انت واد جح. الساعة دلوقتي 7:30 الصبح، هروح احاول ان انا اصحي تيمة عشان اخده معايا الجامعة عشان مروحش اذاكر لوحدي. You're still sleeping. I just woke up because you called me. Okay, if you need to shower, then it's fine. I can walk. No, I'm not taking shower. Why not? 6 minutes to class. 6 minutes? 16 minutes to class. Thanks for calling me. خلينا اوريك السن رايز. انا وتيما عاملين نادي، او ممكن تقولوا باكت، ان اللي يصحى الاول لازم يطلع يصحي التاني. فالنهارده كان الدور عليا، او مش الدور عليا، انا صحيت قبله، فاضطريت ان انا اللي اطلع اصحيه. Come on bro. Yes. Your class started. 7:52. 8 minutes to your class. We have this dickhead teacher today. Do you remember him or not? It's like the one that if you come late by 5 minutes, you will be screwed up. تيما على فكرة في سنة 5 وأنا في سنة 6، ولذلك هو عنده حصة وأنا ما عنديش. يوسف، هاخد مفتاح العجلة. معرفش عرفتكم عليه قبل كده ولا لا، بس يوسف ده يبقى اخويا، وسبب ان انا واخد منه العجله ان هو ضيع لي عجلتي، لسه ما لحقتش اشتري عجله تانية، ف هبقى اشرح لكم بعدين. اوكي ران ران. See you later. See you bro. Seninka, I'm from Czech Republic. Such a liar. Come on, you should be proud of your origins. Turkey. See you. Okay. What a bitch. Bye bye. سيما من تركيا يا جماعة. باي سيما. مين دي؟ على الله ما تلخبطش وانا طالع. دوبريدان. الكلمة دي هتسمعوها كتير. دوبريدان. دوبريدان دي معناها زي جود داي او صباح الخير، بس هما بيغنوها شوية. دوبريدان. اوضة مليانة كمبيوترز للي عايز يستخدم كمبيوتر وهو بيذاكر، وهنا الاوضة اللي انا بذاكر فيها. زي كوايت روم اكتر شويه. بصوا، دي الاستادي روم، دي الكوايت روم اللي الناس بتذاكر فيها. لسه مفتكر دلوقتي، بس عايز اوريكم كتاب كنت شفته قبل كده. بصوا الكتاب ده حجمه قد ايه. انا ايدي كبيره على فكره يا جماعه. بصوا الكتاب ده، مش هقول الرقم، بس بصوا كام صفحه. متخيلين كتاب 3200 صفحه؟ يعني لو قريت 10 صفحات كل يوم، اللي هو اشك ان انا بالاتنشن سبان بتاعي اقدر اعملهم، يا دوبك هخلصه في سنه او سنه الا شهر. متخيلين يا جماعه؟ اوهو، ايوه كده، ايوه بقى نبدا مذاكره. احمد ناصر، عرف نفسك. مذاكره فينيتو. اليوم جميل الصراحه، والشمس ما بتطلعش كل يوم، فمش هقعد في المكتبه. مين الانيق ده؟ مين الانيق؟ بص البراند اخدناه من واحد اكبر تاجر مخدرات في بولندا. واو 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 اكسلنت. Hey Tamer, I am Melanie. I am from Greece. I am so hungry. In Greece, this is misokotopoulo με ψωμί. What does that mean? Half chicken with bread. By the way, المفروض اقول لكم إليني أصلاً أصلها مصرية، بس you're Egyptian right? Yes I am. إليني اتولدت في مصر لأهل مصريين، بس اتبنوها في اليونان. متخيلين؟ 3 years ago. You just found out 3 years ago? Yes. Wow, very good. Now I am adopted. I love my mom and my dad. Cool. Yeah. If you find my father, call me. I think that he's rich. لو لقيتوا اهل ايلين يا جماعه اتصلوا على كام؟ 0012. يا جماعه اللي بيلاقي اهلها بيبعت لنا على 0012. طب رتيج اهلها العوض لله. كارلوس هيغني لنا حاجه دلوقتي. Olé!
born to be Spanish. تايفين كل يوم عايشين في كونسرت. كارلوس عمل لنا مفاجأة جميلة شوية النهاردة صح؟ صح تجلى على خير. Today I made a traditional Valencian dish. It's called Valencian paella. Oh. You see? It's. But did you know paella is an Arabic word? Is it? It's coming from a word called baqiya, meaning the leftovers of food. It makes a lot of sense because this dish was a dish for poor people because it's very simple. Like all the ingredients are very simple, everybody could get them. And in fact, Valencia was Muslim for 500 years, so that's why we have. جدعانة جدعانة يا كارلوس بقول لك انت جدعانة ود. I'm not sure what to know what you're saying. والله اكتر عماني شفته مصر اكتر مني. بقول لك ايه هي مصر هنا مصر يا ام البلاد لكن صح بص يا طارق حامد بيعمل كده بيعيط كده هو مش بيعيط هو حط دمعتين ميه هنا وهنا وبيقول لك مصر يا ام البلاد والكاميرا كده وهو مركز كده وبعدين بيعيط نهايه النشيد الوطني بيقول لك ثانك يو كارلوس اتس ريلي جود اي كان دو ات فور يو وين ايفر يو وانت مين اللي بيعمل المواعين يخرب بيت الواد كارلوس ده اكلني وبعديها بص قال لي روح اعمل الدشز انت اعمل الصحون يخرب بيته I cannot move it's painful What's happening here? I don't know. Explain to us, Dr. Ahmed, the case. Yes. But I can see that here. Second finger is swollen. Finger. Had accept. So you have repeated. So your name is Fabio Demi Louis Bouvi. اخر يوم لاحمد حبيبي والله يا برو الواد ده هيوحشني جامد والله انت واد جحد اديني يا لياقه رايحين روك كلايمنج قلت لي بقى بتعمل ايه في التشينجينج رومز بتاعت فرق الكوره عندكم صلاح جول ابناء صلاح Wow. Oh, oh, come on, bro. Yes. يخرب بيته. ايه الواد الطويل ده؟ كريسماس في كل حته. هابي كريسماس يا اختي. لا 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 اضحكي. احلى هدية كريسماس لقيناها خلاص. ولا دي؟ الجد دي؟ لا دي ما تنفعش تعال هي بتركب مرسيدس وانا امشي عجرية هي بتركب مرسيدس وانا بمشي عجرية هي تعلق ستيمي ستيرول مدري شو ستيرول هي تعلق كلوريتس وانا الشعراوي بديا هي بتعلق كلوريتس هي بتشرب هالا جوس وانا قرقع بالمية هي بتشرب هالا جوس وانا بقرقع بالمية لبسونا بواط بواط كل واحد قد المخباط لبسونا بواط بواط كل واحد قد المخباط ولما نمشي على البلاط تقول بغالي فرنجية ويا حلالي ويا مالي ويا ربعي يردوا عليا ويا حلالي ويا مالي هبل ده تعال يا ابني مش مصري مش عربي يخرب بيتك يا عم بيضربوني بيخبط مصري كل اللي يخرب بيتك في مسج قبل ما نخش ننام عايز الناس تقول لك 3 2 1 مش شفته بكره